أول شي لازم تكون مقرر عن جد المنطقة يلي ذكرتوه على أنها منطقتكم، لازم كمان تثبتوا هالشي. يعني يلي أنت عم تقوله أنه يكون إلنا منطقة مستقلة تماماً وما نخاض على قوانين هالدولة، ما هيك؟ إيه تماماً هيك. الديمقراطية اللي عم تطلبها رح تبلش أنت فيها من فوق ومن العالي، ورح تشكلوا منطقة ما بتقدر الدولة تتدخل فيها، وبعدين رح تطالبوا بميزات ديمقراطية خاصة. انتوا حركوا الموضوع شوي ونحن منحل الباقي. نحن كرمال هاي القضية نقتل حتى رئيس الجمهورية. يلا لشوف، اجا الوقت تتحركوا بقى. رح نتحرك فورا ورح نبلش برفع العلم على جبال زاغاروس. حلو كتير، والغفر يلي بالمنطقة أنا بدبرهم. معارفنا بقسم مكافحة الإرهاب كتار، فوراً بحل موضوعكم بتليفون واحد بينتهي. سهر طعي. تفضل أوندر. خبري زاغاروس رح يجمع على ضيعة رشيد آغا ورح يقضوا على الغفر يلي فيها، ورح ياخدوا رجا والمستند كمان، وبنفس الوقت رح نكون خلصنا من هديك الضيعة اللي بتوجع لنا راسنا، ورح نكون خطينا خطوة بتأسيس منطقتنا الخاصة. تمام؟ تأمر أمر سيدي. لا يكون لك فكر، رح تكون الأمور بمجراها، لا الدستور ولا الانفتاح، كل هذا ما بيهمني، هاي الأمور ما رح تخدعنا. حضرتك ما بتنخدع، بس مستوى عقل الشعب واطي كتير، الأكراد والأتراك وبالأخص أصحاب الأصول الكردية أغلبهم دائما بدون السلام، ويلي بيترتب عليك إنك تخطئ أنت صح وتحطم هذا الهوس يلي عند الناس. أنت رجال ذكي وأنت بتحل الباقي، ما هيك؟ ألو قادر. ألو عدنان بيك، عنا بالضيعة إرهابية متخبية هون اسمها شريفة، هي هربت من يومين من التنظيم. ايه هي بالضيعة هلأ. شكرا قادر، سكة ولا تسمح لها تهرب أبدا، أنا جاي فورا. شو رجا شو عم يسوي بالضيعة؟ تمام باخده إله كمان. نعم سيدي، ما تاكلها من حضرتك، نخلص من الغفر هلا، بروحوا بجمع الأسلحة كلها. تعجلوا. اسمعوني منيح يا أخوان، رح تقطعوا وعد قدام سيدكم أوندر قبل ما نقضي على ضيع الغفر، وقبل ما نعاقبهم ما رح يكون لنا رجعة بنوب. ما في رجعة. اسمعوني، نحن قبل ما نعاقب هدول الخونة ما رح نهدى بنوب. ما رح نهدى. روحنا فداء لأوندر. روحنا فداء لأوندر. روحنا فداء لأوندر. لك يا أخي رح نهجم على ضيعنا، إذا أبوك طلع قدامك شو رح تعمل؟ كمان رح تقوسه؟ شو هالقصة؟ اسكتوا لك لا تحكي، أصلاً لابسنا عفريت هلأ والله بيأكلونا. اسمعوني منيح يا أخوان، هدفكن الأول الضيعة الأولى يلي على الحدود، مشان التغيير ومشان كردستان ما رح يكون في شفاء بنوب. حروه، دمروا، اقتلوا. يمين در إلى الأمام سر. ايه يا حبيبتي، الله اعلم انت وين هلا، يمكن هلا انت باسطنبول او يمكن تكوني ببلد تاني. طيب هلا انا شو اعمل؟ يعني انا واحد معتر بجبال، تعرفوا يا جماعه، تعرفوا انه هذا شو بيقولوا له؟ بيقولوا له الحب الاسود. حبيبتي السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. الله يوفقكم يا اخي زيدان،
لأنكم جبتونا رجا مرة تانية، ضيعة ممنونة إلكن. الليلة أنتو ضيوفي. آغا سامحني، بس التنظيم ما رح يهدى، رح يرجعوا كمان، ونحن اللي بيطلع بإيدنا رح نعمله لنحمي الضيعة. بس رجا بيعرف محل مستند مهم، لازم نصل لهذا المستند. ما تاكل هم أبدا، الغفر كلهم صاحيين، بإذن الله ما رح يقدروا يدخلوا على الضيعة. أنا كرمالكم جهزت سفرة بسيطة، يلا يلا لا تخجلوني. لازم الواحد يلبي الدعوة. ماشي أغا، مثل ما بدك. شباب خلونا نمشي. يلا يلا تفضلوا تفضلوا. تفضل أغا. يلا شوية في بطني عم تزعل. أهلا وسهلا. ما شفت. يلا بنتي كيفه رجا هلأ؟ رجا صار منيح. خبريني شريفة كيفه هلأ؟ هلأ اجوا أخدوها على المضافة. رشيد آغا قال بده يشوفه للصبي، كيف ما كان هو بيكون حفيده أكيد رح يطلب يشوفه. علي يا ريت لو انقطع لساني ولا قلت لك هداك الكلام. يا علي حبيبتي زهرة لا تقولي هيك، لو ما حكيتي له هالحكي الله أعلم وقتها شو كان رح يصير. نحن اللي خسرنا اللعبة، علي ما رجع، نحن الاثنين خسرنا. صدقيني هذا هو الحب زهرة. أنا كمان حبيت وكنت حابة إنه يكون مبسوط دائما، واخترت إنه حبه وما بدي منه أي شيء أبدا، والله جمعنا مع بعض وبعدين رجعنا افترقنا. بس عم فكر نحن افترقنا يا ترى؟ لا ما افترقنا. اسمعيني زهرة منيح، مدام أنا طلبت محبته بالنتيجة بيكون جنبي أو ما بيكون، بيجي يوم بعرف إنه أنا وياه رح نكون مجتمعين سوا بالجنة. زهرة لوين رايحة؟ رايحة شم شوية هوا. آه يا علي آه، مخنوقة بشكله متضايقة، كأنه الدنيا كلها قاعدة على قلبي. شو هالامتحان هاد؟ دخيلك يا الله، انت صبرني من عندك الصبر يا رب. ايه شو منتظرين؟ تفضلوا يا رجال. يسلمون. الله يديمك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. صافي انت ليش ما عم تاكل؟ لا تكون مثلا صايم. ها هناك ايه شو مجنون انت يا زلمه؟ ليش بيصير الصيام بالليل؟ لك ليش عصبت عزو؟ قلت بلطف جو. كل 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 وقف صافي. ولك صافي ليش ما عم تاكل؟ اه شو هذا اخي زيدان؟ مكافأة؟ نحن ما طلعنا كرمال رضا رب العالمين؟ نحن بحالة الحرب لشو هذا الأكل؟ كأننا صفرة فرعون. ولك صافي حسسني بالذنب، استغفر الله. مو حرام بس مو حلوة بحقنا أخي زيدان. رشيد أغا رشيد أغا. شوفي لك ليش عم تصرخ؟ شوفي عدنان ورجالي هون هلأ اجوا. تخبوا يا رجال تخبوا فورا، يلا فورا فورا دوروا بكل مكان. هاي انتي تعي لهون. اتركوني. شو اللي عم بصير هون؟ امي. لك روح من وشي. أناس أناس ابني. شو هالبهدلة رشيد أخا؟ عم ندفع لك لحتى تحوي الإرهابيين عندك؟ هاي مو إرهابية عدنان بيك، هاي المرة كنتي.
شو هاد لكان؟ تركع عدنان بيك. رشيد آغا، خلص غفارتكن انتهت. قول لرجالك خليهن يسلموا أسلحتن. عدنان بيك طول بالك واهدى. كيف بتسحبوا الغفارة من إيدنا؟ عم قلك إنه هاي المرة ما دخلها بشي بنوب، طلعت على الجبل بالقوة. يلا رشيد آغا يلا، هاي المؤشحات كتير سمعناها. اللي عملتوه اليوم كان خروج عن أمر الدولة. ما عاد تشتغل وتعمل مضافة بمصاري الدولة، هاد العهد خلص. قول لرجالك يسلموا السلاح بسرعة. الشكر لرب العالمين، نحن مو محتاجين لمصاري الدولة، بس مدام أخذتوا الغفارة مثل ما بدك، رجالي راح يسلموا سلاحهم. بس انت كمان اترك هالمرة، لأنه هي المرة بتكون كنتي أنا. هاي المرة متورطة وأنا ما فيني ساوي شي بنوب، رح تتعاقب على اللي عملته. اسمعني منيح عدنان أفندي، رقبتنا مثل ما بتعرف قصيرة كتير قدام القانون، بس إذا صار أي شي لهي البنت مو الدولة رح حاسبك إلك، وإنت بتعرف هالشي. جمعوا الأسلحة. تعا حبيبي، تعا أمي، تعا حبيبي. أناس لا تتركيني. يلا يلا تحركي. أمي أناس، أمي تعا. تحركي تحركي يلا. رشيد آغا خلصنا منه، جمعنا كل الأسلحة وما ضل عندهم أي سلاح لحتى يحموا حالهم. بكل رياح التنظيم ممكن يدخل الضيعة، خلصوا على الضيعة. أنا كمان رح أخذ رجم للمركز الصحي. تمام عدنان، يعطيك العافية، تسلم إيديك. نحن بناخذ رجا، أنت لا تعذب حالك، بس ما نكون سببنا لكم مشاكل. ما تاكل هم، ما رح يصير شي، ببعت لكم إياه بالبريد. شكراً لك يا شباب، إلكن عندي أخبار حلوة. أخذوا الغفارة من إيد رشيد آغا. يلا لشوف، من هاللحظة كل شي صار سهل. لا يوصل الدعم لا زيدان ولا حتى رجاله ولا أي حدا رح ياخد الضيعة من إيدينا. يلا يا رجال يلا، ما تاكل هم رشيد آغا، لا تاكل هم، نحن منلاقي كنتك ومنرجعها. طول بالك شوي يا أخي زيدان، عنا مشكلة أكبر بكتير. أخذوا الغفارة منا وجمعوا الأسلحة كلها، إذا هجم التنظيم كيف رح نحمي الضيعة؟ مظبوط. ليش اجيتي؟ شو بدك؟ أنا ما كنت بعرف إنك هون. كرمال الله زهرة، ما كفاكي اللي عملتيه فيني؟ مو شايفة الحالة اللي وصلتيني إلها؟ ما كفاكي زهرة؟ لا لا، أنت ما بتشوفي إلا اللي بدك إياه. اجيتي لتشوفي حالتي كيف عم بتعذب. علي، علوش، أنت جرب اسمعني بس مرة واحدة، على الأقل مشان العشرة اللي بيناتنا اسمعني. اسأل حالك هاي بنت ليش هيك عملت؟ شو مشكلتها؟ بعدين عصر، بعدين روح إذا بدك. خطفوني يا علي، أبوك قال نحن مجبورين نعطيها للي خطبها، وقادر قال لا أنا بتجوزها، وقال ما رح ألمسك كمان ورح نكون أخ وأخته، رح نضل أخوة وبس. بعدين أنت كنت ميت. طلعي فيني زهرة، ميت شي؟ ولك قبل ما تشوفي جستي كيف بتعملي هيك شي؟ كيف قلتي بقبل بحدا غيري؟ لا زهرة، لا تتعبي حالك على الفاضي، معناها
هاي اللي كانت عندك ما كانت محبة. مين علي؟ علي مات، علي طوّص، علي حبك وجاب لحاله المشاكل. لا زهرة، صرت بعرف وفهمت اللي صار. علي ولا شي بالنسبة لإلك. والله انت عم تظلمني، والله العظيم القصة مانا هيك. عم تقولي القصة مانا هيك؟ ها؟ طلعي فيي، شوفي الحالة اللي وصلتيني إلها. انت مبسوطة هلا؟ قولي لشوف انت مبسوطة. انا هذاك الوقت ما كنت ميت، بس هلا بالفعل متت. يا ريت يا ريت لو مت هنيك، وهلا كمان قبلان انه موت. انت دمرتيني زهرة، روحي عيوني ما عاد بدها تشوفي. شو عملتي؟ عدنان ورجع لهون يا ابن شو؟ جايين لهون. رجع شبك رجع أمي؟ حبيبي شو شبك؟ خالتي خلينا ناخده. يلا تيالا يلا حتي امشي يلا يلا عجلي. زهرة وينه؟ مين؟ دوروا بكل مكان. رجا 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 حبيبي في رجا 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 فيق حبيبي. زهرة زهرة تحمل، رح ساعدك زهرة. ما لقيته أبداً سيدي. لك الله يلعنهم. ديالا ديالا طلعوا بنتي راحوا. تاي يلا شوي حبيبي. ديالا يلا يلا بنتي ساعديني. ديالا شوفي بنتي اختي ديالا مشان الله ساعديني، رمت حالة بالمي بسببي انا. اهدى علي علي اهدى شوي. بنتي موتيني معي، افتحي عيونك ولا تتركيني. زهرة زهرة علي فوتها لجوا. يلا رشيد اغا رشيد اغا، رح نحارب هالكلاب، وهلا كل اللي عنده سلاح خليه يجي ويجيبه معه، شو ما كان رفش فاس شو ما عندهم خليهم يجيبوه. آغا نحن ما منعرف الخوف، هنن عندهم سلاح، نحن عنا قلوب مليانة بالإيمان. إيماننا هاي الأراضي كرمال ما يقسموها، كل اللازم رح نعمله سوا. مزبوط كلامك، بإذن الله
ما رح يدخل حدا منهم لهي الضيعة. مدام هيك خلينا نتحرك، بالأول رح نثبت بالمكان اللي رح يجوا منه لحتى نعمل لهم كمين ونهجم عليهم. المكان اللي رح يجوا منه مبين يا أخي زيدان، رح يمروا من معبر المهربين ورح يدخلوا الضيعة من معبر الجسر. عفوا، هل هذا المدخل الوحيد عمي؟ ايه، اصلا ما فيهم من مكان تاني، بعدين من وين ما بدهم يجوا يجوا، بس مضطرين انهم يمرقوا من فوق هداك الجسر. حلو كتير أغا، حلو كتير. ولك قلي شو اللي اجا ببالك كمان؟ ولا شي، حل حل. هلا اسمعوني، نحن ما رح نحاربه. ليش؟ لانه ما رح يمرقوا من الجسر. عزو عزو، شو يعني بتقصد؟ معني أخي، على المعبر وعلى الجسر كمان رح نزرع قنابل، تمام؟ بمجرد ما يصيروا على الجسر القنابل كلها بوب رح تنفجر. مفهوم أخي؟ رح فجرهم كلهم. ويا سلام يا سلام على المنظر. برافو برافو عليك يا أبضاي، برافو. ماشي، وانتو تركوا لي موضوع القنابل هذا لأنه أنا تحمست كتير. ايه شو عم نستنى؟ تحركوا لك بسرعة، خبروا أهل الضيعة كلهم شو في عندهم مفيد، خلوني يجيبوه على الميدان، رح نتحرك الصبح بكير. حاضر أبي، سمعتوا لك؟ رشيد أغا، نحن اسمح لنا. إذنكم معكم يا رجال، يلا الله يفتح أبوشكم. دايمنا، خاطرك انفجار أسطوري. أمي، زهرة وينها؟ ما شفتها من كذا ساعة. بتكون بالمركز الصحي. إلي لا تعقل بقى، لأنها صارت مرتي. ومين ما كان يكون اللي بده يلمس شعرة منها بعدها. خالتي خالتي، إذا صار لشي أنا ما رح أقدر أعيش. طول بالك وإهدى شوي، بكفي بقى. ما شكراً لك يا بنتي. الله معك، الله السلامة. ديالا طمنيني كيف وضعها؟ منيحة ألف الحمد لله، ما طلع مع أي شي بخوف. أختي زهرة هون مو هيك؟ ايه جوا. ما في داعي تخافوا بنوب. بنتي بنتي زهرة، شو صار لك بنتي؟ رمت حالة من على الجسر، بالزور لخلصتها. علي بعد عن بنتي بقى، بوجودك رح تقتل بنتي. ادعي انه قادر ما يسمع، اذا سمع رح يقيم القيامة عليك. كل الضيعة مجتمعة قدام السبيل، رح يقاتلوا بكل شي عندهم. انت شو عم تقولي؟ ايه والله امي، انا كمان صار لازم روح شوف ابراهيم. طيب بنتي يلا يلا تحركوا. الله يسترنا يا اختي. اسمعنا انه انت كمان بنتك طلعت على الجبل معي. والله ما بتلبق غيره. جيتي؟ ما بعرف والله. اختي زهرة وينها؟ من وين يلاقيها ولا من وين؟ زهرة ليش ما اجت معي؟ بس مهم يكون الجديد نظيف يعني. لك احكي خوفتيني، شو صار لك؟ خير شوفي. لا تسمعي حدا اختي، زهرة رمت حالها من فوق الجسر ولا هي بالمكان. يا ويلي، لك انت شو عم تقولي؟ كيف هلا؟ منيحة؟ والله اذا قادر اسمها بيحرق الدنيا. اي بيحرقها والله. بعرف، استغفر الله. شو رح نعمل؟ دخيلك يا الله. ليك قادر اجا يا ويلي. خلاص يلا خذوها منه، استاهل. لا مو خرج، لا تقولوا هيك، والله حرام عليكم. ها امي زهرة وينها؟ ليش ما اجيت؟ شو ما فايت لسه؟ لك انتم ما عم تسمعوا؟ زهرة وينها؟ لسه ما فايت، يمكن تعبانه. روحي فيقيها، خليها تجي بسرعه. اترك البنت براحتها، خليها ترتاح. هدول جبناهن من عنا. يسلم ايديك يا رب. من الأسلحة اللي جمعناها منهن رح نحاربهن. بالأسلحة اللي جمعناها منهن. يسلموا. على كل إن شاء الله الأسلحة بتكفينا أخي زيدان. حددتوا المواقع؟ أنت ما تاكل هم أبداً، كل شيء محسوب له حساب، بإذن الله الأمور تمام. معلم زيدان، معلم زيدان، اشتغل النسلكي اشتغل. وصلني الصوت، مروا من المدار اللي قريب من هون وجايين باتجاهنا، جابوا دعم من كل مكان معلم، وعددهم كتير كبير. شو هالدعم تبعهم؟ بإذن الله ما رح نسمح لواحد فيهم إنه يفوت على الضيعة. هدول كلهم فالصو، لا تخافوا أبداً، لا تخافوا يا أغا.
يا أهل الضيعة اسمعوني شوي، اللي بيقولوا عنه هدول الرجال راح تنفذوه، والقيادة بإيد زيدان. اسمعوني كرمال، أهلكن وأرضكن مستعدين تدافعوا عنا شي؟ مستعدين. مستعدين تحموا شرفكن وأنفسكن؟ مستعدين. مدام هيك كل اللي معون سلاح رجال ولا مرة يوقف هون قدام. هي حرب الأخوة تبعنا، هذا اليوم يوم الاستنفار، عجلوا يلا. مزار ياسين هل تسمعوني؟ يلا يا جماعة بسرعة. ليش؟ زهرة نفدت الحمد لله. من شو نفدت؟ امبارح بالليل وقعت عن الجسر وكان معها علي، هو اللي انقذها. لك شو عم تقولي انتي؟ هالحكي مزبوط؟ مزبوط. الكل يجي لهون بسرعة. زهرة سامحيني، أنا غلطت معك. وينك كلان؟ ضع لبرا، ضع يا حقير. علي شو عم تعمل هون؟ ليش عم تصريخ؟ يا عديم الشرف، يا واطي، هي ملتي ولا؟ كفي مكانها. بكفي بكفي ولا؟ علي رح اسامحك على اللي عملته وراح ادفعك كمان. علي اترك السلاح ولا تشل. بكفي بقى قادر اخي. يا حقير انا قلت لك ابعد عنا، ما رديت، كسرت كلمتي. لك شو بدك منها؟ اترجاك وعهده كرمال الله. بكفي عشان الله اهدو. شو عمل؟ الله يلعنه، الله يلعنه، ورطت حالي، خربت الدنيا، حمار حمار حمار. شو عمل هلا؟ شو عمل يا ربي؟ قادر، قادر فكر على مهل. أحسن شيء إني أهرب من هون. هاي مو مرتي، بلا مرتي باخدها وروح من هون. رح أرميك يا زهرة، ولك حتى هذا الجسر ما رح يوصلكن لبعض. يا أمي ولك يا عزو، لك يا عزو لا عاد تعمل هيك، ليك رشاش الحالة مرة تانية. لك لا تعمل هيك، والله العظيم لا قلت لك ماشي، والله رح أوصل، والله تعال هون لك. رشيد آغا، هذا المحل مناسب لحتى نخبي الناس، رح نجيبهم كلهم لهون، الأولاد والختايرة بس، الشباب رح يحاربوا. آغا قادر أوص علي وهلأ هو بالمركز. شو عم تقولوا لك؟ قادر أوص علي؟ يا الله شو هالمصيبة هلأ؟ أخي زيدان انتو شوفوا شغلكم، الضيعة أمانة عندكم. تمام، سلامته رشيد آغا، سلامته. خدوا كل الناس المسلحة لعند الجسر. تمام زيدان. يلا اختي ديالا بترجاكي تعملي شي.
لا تخافي زهرة، جرحه سطحي كتير وانضرب راسه بالأرض. ما تاكلي هم، ما في شي مو منيح. هاتي. ألف حمد وشكر إلك يا الله. ولك شو اللي صار كمان؟ شوفي هالمرة، ولك كأنه ما عندي شغلة إلا أنتو. ابني حبيبي. ولك شو اللي عملتوه أنتو؟ لا تخاف رشيد آغا، حادث صغير مو أكتر، وهلأ هو منيح كتير ونايم. ولك ليك الحالة اللي وصلتوني إلى، أنا شو أعمل فيكن هلأ؟ يا الله أنت ساعدني وصبرني وعطي هدول أولادي عائل بقى. ولك ليك وحالة الضيعة وحالة الناس اللي فيها، وليك نحنا شو عم نعمل؟ بابا بابا شو صار لي أنا؟ ابني ولك أنتم مجانين ولا شو؟ ولك فكروا شوي قبل ما تعملوا شي. حرام عليكم أبوكم، اللي صار صار، مين كان بيقبل يصير هيك؟ نحن لازم نرضى بالقدر يا روحي. ولك خلص خلص بكفي، هذا الموضوع ما بدي قاعد ينفتح ولا بمكان راح ينفتح. اللي بده يفتح تمه ليحكي هيك ولا هيك راح يلاقيني واقف قدامه. ولك قادر وينه؟ وينه اختفى الولد؟ حمل حاله وراح. وصلوا أغا، هن هلأ قطعوا التلة. تمام، لكن يلا خلونا نستعجل. يلا ما ضل وقت، روح ابعت رجال لحتى يلاقوا قادر والحقنا. يلا أملك أغا. خد هدول يلا، وانت كمان رح نستخدمه لنخبر بعضنا. استمتعوا يا شباب بالاستخدام. هيك لكان لك ابني هذا ما له شغال. لك يا فهيم إذا لعبت هون ما رح يشتغل، رح تكبس هون، يعني رح تكبس هيك يعني؟ هدذر. لما بدك تلعب هون الكل رح يسمعك. مفكرة صناعة صينية؟ هذا ميد روسيا. ميد راشا. ماشي. ولك عزة عندك مخ بيضير العقل. شكرا صافي، استخدمه بحذر لا تكسره. توقيعي عليه هنا. عزو شو الوضع عندك؟ كل شي جاهز. كابتن زيدان، كابتن زيدان، الإرهابيين قربوا يوصلوا على الضيعة، وشوي تاني رح يوصلوا لهون. عزو عجل ركبوا القنابل فورا. الأول على الجسر وبعدين بيمروا وبعدين بوب. أنا متحمس كتير والله. استعجل يلا يلا شباب يلا، كل واحد ياخذ محله بسرعة. اللي قلته لساته عم بيرن بإذني يا علي، يا ريتني متت قبل ما أسمعه منك. طبعا أنت ما بتعرف، لما أنت رحت أنا كمان متت، انقطع نفسي وروحي طلعت. أنا متت وبعدين كيف صارت ما بعرف، كأنه أنت أجيت لعندي. حسيت بنفسك جواتي كأنك كنت عايش، وبعدين بلشت شوفك بكل مكان. كنت معي بكل لحظة، شفتك بكل شيء. حاولوا إنه يجوزوني من قادر، قاومتهم وما كان بدي. أبوك قال لي لا ترفضي، فكرته إنسان مو منيح. إذا رشيد آغا طلب روحي ما بفكر لحظة، بس بالنهاية ما قدرت وخطفوني. بعدين اضطريت وقتها أنه اتجوز قادر، بس فكرت أنه أصلاً أنت دايماً بتكون معي وموجود جواتي. شو اللي تغير يعني؟ وكل اللي راح يصير كتب كتابه بس، وإيده ما راح تلمسني أبداً. أنت ما سمعت، معك حق معك حق. لو اني كنت محلك كان عقلي طار من محله. يا ريت لو ما صار هيك، يا ريت يا ريت لو متت وكنت ربحت اللعبة وكنت
رح اهدي هالعقد لحدا، بس ما صار. العقد ضل معي. زهرة طمنيني، كيف صار علي؟ هو منيح؟ وصلوا الإرهابيين على الضيعة، وفي رجال حطوا قنابل على الجسر. قلتي حطوا قنابل على الجسر؟ لا لا والله ما بسمح لهم، هداك الجسر ما حدا بفجره. بس كل الضيعة مستنفرة يا بنتي، كل شي جاهز. لا ما بسمح لحدا يفجر الجسر، ما بسمح. هذا جسرنا نحن. بنتي زهرة. لا تحرك، خليك مسطوح. ارتاح ارتاح. ايه ليك يا اختي، رح توصي. ماشي تمام. ها طيب ماشي. رح تلقموا الرشاش، وبس سمعتوا صوت التلقيم بعدين بالترتيب كل واحد بوقف محله. ليش منيح، وانتبهوا السلاح ممكن باي لحظه انه يطلع عن سيطرتكم، فهمتوا؟ انتبهوا هيك الوقفه. انت جنيت شي؟ عود مكانك وارتاح بقى، انت اغى على سن ورمح. اترك الشباب يحلوا الموضوع بمعرفتهم. انت شو عم تقولي يا مرة؟ هالضيعة بتكون شرفي، هالضيعة امانتي انا، روح وسلمهم اياها احسن يعني. خلي هي الاراضي يحل عليها السلام والمحبة والاستقرار، اذا ما ضحيت بروحي بكون خاين. اغا بابا كرمال الله يا اغا، لا تفجروا هداك الجسر، لا تعملوا هيك آغا، هذا الجسر كل شي عنا. بعرف زهرة، بعرف هذا الجسر كل شي عنا، بس هاي الأراضي أهم من أهم شي عنا، ما حدا رح يقدر يوقفني. عيان شمسكني منيح، اصحك تتركني. ها لا تخاف ماسكك. تمام خلصت. ايه منيح. يلا يلا. الف الحمد وشكر لك يا الله انك خليتني نشوف هالايام بس لحتى تمرق هالازمه، ما راح بطل تصنيع متفجرات. امين. يلا يلا عياش، يلا انت روح. يلا حبيباتي حبيبات قلبي، لا تخجلوني تمام، هذا راح يكون تبشير حياتي. يلا على التو، واحدة ثانية. يلا يسلم ايديك. يلا حبيباتي تعوا معي. يلا نشوف. يلا عياش انت روح من اي شيء، وانا راح اشوفك بعدين. يلا سلام سلام سلام. يلا روح. ما بسمح لحدا انه يفجره، ما بسمح. هذا الجسر جسرنا. Thank you.